مشاهدينا، وللوقوف أكثر على آخر مستجدات الوضع في غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة، ينضم إلينا عبر زوم من رام الله النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ بسام الصالحي. مساء الخير، أهلا بكم. كما من المؤمل أن ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الأستاذ محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، سينضم إلينا. نبدأ مع الأستاذ بسام. أستاذ بسام، يعني هل بالإمكان القول أن المقاومة سجلت انتصارا جديدا بإجبار الكيان المحتل على الموافقة على الهدنة المؤقتة على غرار الانتصارات الميدانية بعد أن ادعى رئيس حكومة الاحتلال أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بتحقيق الأهداف التي رسمها، وهي القضاء على حماس وتحرير المختطفين أو المحتجزين؟ لا شك أن التهدئة اليوم هي في فائدة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، وهي أيضا نتيجة الصمود الواضح للمقاومة الفلسطينية من جهة، وكذلك لعجز الاحتلال عن تنفيذ ما روج له من بداية حملته العدوانية على غزة، من أنه سيقوم بتحرير الأسرى بالقوة عمليا وعبر سلسلة الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. هو اليوم اضطر لأن يذهب إلى هذه التهدئة من خلال، وبالتالي الذهاب إلى عملية تبادل أسرى وليس تحرير كما كان يصرح، فضلا عن أنه أجرى هذه العملية بشكل مباشر مع حركة حماس من خلال الأطراف التي توسطت في هذه الصفقة. ولكن عندما يظهر رئيس الولايات المتحدة ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية يتحدثوا عن صفقة مع حركة حماس، فحتى هذا بحد ذاته يمثل انكسارا للترويج الذي بادروا به في حملتهم هذه. ولذلك نحن نعتقد نعم أن هذا جاء بفعل صمود المقاومة الفلسطينية، وهو دون شك مكسب كبير للشعب الفلسطيني، حيث لم ينجح مخطط الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى أنه حرر عدد من أسرانا في سجون الاحتلال على طريق أن يتم تحرير كل الأسرى الفلسطينيين. طيب، نرحب بالأستاذ محمود الحنفي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم. لو عدنا بالذاكرة إلى اليوم التالي من عملية طوفان الأقصى، حينما أعلن نتنياهو أنه كما ذكرنا قبل قليل لا وقف للحرب بكل أشكالها وكذلك لا إنهاء للحصار قبل القضاء التام على حركة حماس، السؤال هنا ما الذي جعل نتنياهو يوافق على هذه الهدنة وتبادل الأسرى؟ نعم، في تجارب سابقة كانت يعني قادة الاحتلال لطالما كانوا يضعون أهدافا كبيرة جدا، كانت هذه الأهداف هي للاستهلاك المحلي أكثر منها أهداف واقعية. ومع مرور الوقت وبعد تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، يظهر أن هذه الأهداف إنما كانت أهداف للاستهلاك الشعبي المحلي ولا يمكن تحقيقها. وهذه الحرب ليست الحرب الأولى التي تشن ضد قطاع غزة، هي سلسلة حروب ضارية وقوية ودامية، ومع كل مرة كان يخسر فيها الإسرائيليون وكانوا يتراجعون عن الأهداف هذه الكبيرة غير العملية وغير الواقعية. مثل ما هو معروف، يعني لا يمكن القضاء على فكرة أو أيديولوجية أو أيديولوجية تمثلها حماس. حماس انتخبت يعني في انتخابات أخيرة على الأقل وفق المقاييس أكثر من 66% حصلت على أصوات الانتخابات، وبالتالي إذا أردت أن تقضي على هذه الفكرة فعليك أن تقضي على أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، هذا بالمقاييس الانتخابية. لكن أيضا بالمقاييس الدنيا، الأهداف باقتلاع المقاومة هذا أمر غير ممكن، لأنه ما دام هناك احتلال فمن البديهي أن يكون هناك مقاومة بغض النظر عن أيديولوجية هذه المقاومة. مجرد فكرة المقاومة هي فكرة يعني طبيعية وراسخة في مواجهة أي محتل، والآن نتكلم نحن عن احتلال إسرائيلي يواجهه شبان فلسطينيون، وهذه المنطقة هذه المرة هي غزة التي تعرف بأنها غزة لكثرة الغزاة عليها ولكثرة اندحار الغزاة عنها. نعم،
أيضا أستاذ بسام، يعني 4 أيام مدة الهدنة المؤقتة، الهدنة الإنسانية المؤقتة، هل هي كافية لإدخال المساعدات بعد انقطاعها؟ ربما 49 يوم لم تدخل شاحنات الوقود ولا غاز الطهي ولا حتى المستلزمات التي كانت تدخل بكثافة في الأيام السابقة. طبعا هي ليست كافية، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم أنه استمرار العدوان الإسرائيلي حتى بعد التهدئة هو الأمر الذي يجب أن يتوقف، بمعنى أن القضية الأساس يجب أن تكون بالذهاب إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وعدم السماح لإسرائيل وللإدارة الأمريكية أن تتعامل مع أمر الهدن وكأن الأمر الأساسي هو استمرار العدوان واستمرار إطلاق النار، وأن الهدن هي مجرد فترات مؤقتة إما للتبادل أو حتى للتعمية على واقع يعني الرأي العام الدولي، وكأن هناك نوع من الجوانب الإنسانية. ما نريد نحن بشكل واضح هو تحول الهدنة فعليا إلى وقف للعدوان ولوقف شامل لإطلاق النار. وللأسف الشديد أن من يدير هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني هي الإدارة الأمريكية، التي تعلن جهارا نهارا أنها لا توافق على وقف إطلاق النار، مثل حكومة الاحتلال وعدد من الدول الأوروبية الغربية. وبالتالي القضية المركزية بالنسبة لنا هي عدم الذهاب إلى استمرار العدوان الإسرائيلي، وإنما تحويل هذه الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار نعم، وممارسة كل الضغط اللازم من أجل ذلك. عفوا أستاذ بسام، الصوت يتقطع، ولكن يعني نتحول إلى الأستاذ محمود. يعني مع ما ذكره الأستاذ بسام أنه من المؤمل أن يتوقف العدوان على قطاع غزة بصورة مستمرة، ولكن في ذات الوقت يعني سكان غزة اليوم يخشون من خرق الهدنة من قبل الاحتلال، والذي دأب على عدم احترام المواثيق الدولية والأعراف وعدم احترام حتى الهدن التي يعقدها. يعني من المتوقع أن يخرق الاحتلال الهدن، لأنه تاريخه طويل وسجله حافل بعدم احترام العهود والاتفاقيات. حتى يعني عندما وقع اتفاق أوسلو، وكان يتوقع خلال 5 سنوات أن يتم البحث في الدولة الفلسطينية وإزالة المستوطنات وترسيم الحدود والقدس، وهو اتفاق دولي يعني أكبر منه هدنة. مع كل ذلك خرق الاحتلال هذا الاتفاق أوسلو، واستوطن وبنى المستوطنات وقتل الفلسطينيين وبنى الجدار العازل. فمن المتوقع أن يخرق الاحتلال، لكن أعتقد أن الخرق سيكون خرق إجرائي وليس خرق مبدئي، بمعنى أن الواقع الميداني الذي فرضته غزة على الاحتلال لا يمكن أن ينساه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأن هناك مؤشرات قوية جدا على مستوى معنويات الجنود وعلى مستوى اقتصاده وعلى مستوى يعني اندثار او تراجع الاحزاب اليمينيه. كل هذا يقول ان الاحتلال عليه ان يلتقط الانفاس وياخذ وقت كي يعني يرتب اوراقه مره ثانيه، وهذا يتطلب ان تستمر الهدنه بغض النظر عن الشعارات وعن البروباغندا الاسرائيليه عاليه المستوى. بالنهايه هناك واقع ميداني يجب ان يحترمه. صحيح ان هذا الواقع الميداني دونه دماء وتضحيات كبيره، لكن هذا هو ديدن اي احتلال كالاحتلال الاسرائيلي لفلسطين. وايضا من المهم الاشاره هنا الى ان اسرائيل وموجود يعني هذه العوامل التي ذكرتها، هناك ايضا عوامل دوليه على راسها امريكا التي هي ايضا بحاجه لهذا الوقف لاطلاق النار المؤقت، وسيستمر لأن هناك انتخابات أمريكية وهناك صخب وضغط وغضب عالمي، ورئيس بايدن هو المعني بشكل رئيسي، لأنه هو الذي غطى هذا العدوان وهو الذي دعم بالسلاح وبالمواقف السياسية وأحبط الكثير من المشاريع المقدمة في مجلس الأمن. وبالتالي ليست فقط العوامل الإسرائيلية بل أيضا العوامل الغربية الأمريكية على وجه الخصوص. والنقطة الثالثة هي أن الدول العربية خاصة دول يعني الأردن ومصر لم يعد باستطاعتها تحمل أكثر من ذلك، لأنه هناك ضغوط شعبية وضغوط سياسية عليها كي تتخذ إجراءات أكثر لوقف هذا العدوان. وأعتقد وقف الهدنة هذه هي أيضا التقاط أنفاس
لقراءة الوضع بشكل آخر واتخاذ إجراءات آمل أن تكون أفضل لصالح سكان قطاع غزة. أستاذ بسام، أيضا على ضوء استمرار الانتهاكات الصهيونية، ما الضامن لعدم قيام قوات الاحتلال باعتقال الأسرى المحررين مرة أخرى، خاصة وأن سجله كما ذكرنا مليء في نقض الاتفاقات والمواثيق الدولية، والأسرى بالتحديد يعني يتم عادة إما اعتقالهم أو اغتيالهم بعد عملية إطلاق سراحهم؟ لا يوجد أي ضمان في الحقيقة، ونحن لدينا تجربة قريبة، يعني ما تم مع الأسرى الذين أطلق سراحهم مقابل صفقة الجندي الإسرائيلي شاليت جلعاد شاليت، والتي كانت أيضا بوساطة ألمانية ووساطة عربية، ومع ذلك هم عمليا لم يلتزموا باتفاق الصفقة وقاموا باعتقال المعتقلين أو الأسرى المحررين نتيجة هذه الصفقة. لا يوجد أي ضمان مع الأسف في ذلك، لكن كما قلت المهم بالنسبة لنا هو أولا وأخيرا أن الحاجة إلى إجراءات عاجلة الآن في 3 اتجاهات في تقديري. الاتجاه الأول هو الضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل وعدم تمرير لعبة الهدن المؤقتة، لأنها في الواقع يعني مفيدة جزئيا ولكنها ليست المطلب الفلسطيني. المطلب الأساسي هو وقف شامل لإطلاق النار، وهذا يشاركنا في هذا المطلب قوى دولية عديدة وقوى مختلفة بما في ذلك روسيا والصين ودول البريكس، واليوم أيضا رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا. وبالتالي هناك يعني تغير في موقف عدد من الدول الأوروبية في هذا المجال، ويجب الضغط من قبل الجميع كي لا يكون الهدف أو السقف هو الهدن المؤقتة. نحن نريد ضغط حقيقي من أجل أن يتم وقف شامل لإطلاق النار. المسألة الأخرى المرافقة لذلك هي أيضا صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى. لا معنى للهدن وهذه الطريقة في إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، هذا سيطيل الوقت ويعطي إسرائيل مزيد من الفرص لمواصلة عدوانها مرة بذريعة الأسرى ومرة بذريعة الهدف الذي وضعته لنفسها في التحالف الدولي ضد حماس. ولذلك أيضا من المهم جدا نقل النقاش نحو صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى ومع وقف إطلاق النار. والأمر الثالث الذهاب بشكل مباشر لمعقد مؤتمر دولي من أجل وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال، لأن المعركة التي دارت وتدور الآن لا تزال في الضفة وفي غزة، بالتأكيد أن حجم التضحيات فيها وحجم الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني وحجم الاهتمام الدولي أيضا بها رفع سقف الموضوع من الأساس إلى ما هو فوق قضية إطلاق سراح الأسرى أو وقف إطلاق النار، وإنما باتجاه الإنهاء الفوري للاحتلال وضمان حل حقيقي للقضية الفلسطينية. نحن نرى بأن الواجب الذي يجب أن يتحرك به الجميع وبأسرع وقت هو باتجاه هذه المسائل الثلاث: وقف شامل لإطلاق النار، صفقة شاملة لإطلاق الأسرى، وعملية سياسية حقيقية من أجل إنهاء الاحتلال تحول دون أن تعيد الولايات المتحدة وإسرائيل إغراقنا في سياق وترتيب مضمون أمني على شاكلة من سيحكم غزة والفترة انتقالية تمام. جديدة وكل هذا الكلام. نحن نريد حل جذري للقضية الفلسطينية، وفي إطار هذا الحل يمكن للشعب الفلسطيني أن يجد الآلية الداخلية التي تخصه في التعامل مع كل الوضع الفلسطيني في إطار عملية إنهاء الاحتلال وليس في إطار نتوجه أيضا وضحت الصورة. الصوت يتقطع قليلا أستاذ بسام. أستاذ محمود، أيضا من مفارقات الهدنة أن الاحتلال منع أي مظهر من مظاهر الاحتفال لأهالي الأسرى المفرج عنهم، بل قام عناصرهم بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين، ويعني أطلق القنابل المسيلة للدموع، وكذلك أصابوا طفلا بجروح وهم يعني في صدد الاحتفال بالإفراج عن الأسرى. ألا يؤشر ذلك على أن الاحتلال محبط من هذه الصفقة ويشعر بالهزيمة أمام ما يصطلح عنه أنه صار أمام الأمر الواقع؟ نعم، يعني المشهد بقدر ما هو محزن لتنغيص فرحة الفلسطينيين
بقدر ما هو مفرح في نفس الوقت أن ترى الاحتلال بهذا الحنق وبهذا الغضب، فهذا أمر يثلج صدر الفلسطيني، لأنه الفلسطيني سيجد طريقة ليفرح بها، والفلسطيني بطبعه يحب الحياة ويحب المرح وسيجد طريقة. لكن أيضا صورة الاحتلال ستكون أمام العالم كله صورة مؤسفة ويعني معيبة، كيف أولا تنازل عن أهدافه الكبرى ثم رضخ بهذه الصفقة، ثم ها هو يعني يدخل في زواريب وتفاصيل صغيرة بتنغيص حياة الفلسطينيين. هو لا يدرك أن صورته الآن صورة مشوهة مهشمة، سواء في جرائمه المروعة في قطاع غزة أو حتى صورته أمام العالم في القدس وفي الضفة الغربية وحتى في إطارها الضيق، وهي يعني فرحة أولئك الذين أمضوا سنين طويلة ظلما، لأنه كثير من الحالات التي أطلق سراحها كان إما أطفال أو نساء يعني كانوا محتجزين ظلما، ومع ذلك هو ينغص عليهم. مسألة يجب أن ندركها أيضا هو أن الاحتلال يعيش تخبط سياسي غير مسبوقة، ويعني بين أحزابه اليمينية أو اليسارية، بين أحزابه حزب الليكود، هناك حالة من التخبط والعبث داخل السياسة الإسرائيلية يعبر عنها ما صرح به العنصري بن كفير عندما حتى يعني ما أراد أن تغلق النوافذ حتى لا يرفع الفلسطينيون شارة النصر، لأن ذلك سيسبب إزعاج أكثر للجمهور الإسرائيلي الذي يعني خاض كل هذه الحرب الدامية ضد الفلسطينيين، ثم هؤلاء الفلسطينيون قد خرجوا رغما عن يعني السجال الإسرائيلي. والرأي العام الدولي يشاهد، الرأي العام الشعبي أقصد وليس السياسي، يشاهد هذه المشاهد، ويعني غضبه وتأييده للقضية الفلسطينية زاد بنسبة كبيرة، وحتى أن يعني هؤلاء الفلسطينيون الذين أطلق سراحهم اليوم من شباب وأطفال أصبحوا شباب أو دون 19 أو صبايا صغار أصبحوا كبار، هؤلاء يعني فرحتهم يعني لا يمكن للسجان مهما فعل أن ينغص. انظر إلى البسمة المرتسمة على وجوههم إذن وهي تبكي. هي عبارة عن يعني إحباط يشعر به الاحتلال نتيجة للواقع الذي فرض عليه. أستاذ بسام، في آخر سؤال سريعا، رئيس وزراء إسبانيا أعلنها صراحة أن بلاده قد تتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يقدم عليها الاتحاد الأوروبي، ألا يعد ذلك يعني طريق للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ممكن أن يفتح الباب أمام دول المنطقة وللعالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا ما أقدمت عليها إسبانيا كخطوة منفردة؟ هذا أولا هذا موقف متقدم لإسبانيا، ونحن نقدر هذا الموقف بشكل كبير، ونحن نعتقد أن هذا هو أبسط مواقف الالتزام السياسي والأخلاقي المطلوب من الدول الأوروبية وحتى من الولايات المتحدة، الذين يتشدقون ليل نهار بأنهم يدعمون حل الدولتين، رغم أنهم عمليا المسؤولين عن رعاية المفاوضات التي لم تؤدي إلى شيء في هذا الاتجاه طوال الأعوام الماضية، ولكنهم في الحقيقة يحجمون عن الاعتراف بدولة فلسطين. أبسط مظهر للتعبير الحقيقي عن الالتزام بحل الدولتين، على الأقل أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين والسعي من أجل إنهاء الاحتلال عن أراضي هذه الدولة. هذه الدول لغاية الآن لها معايير مزدوجة، هي تتحدث في عن حل الدولتين، ولكنها في الحقيقة تؤيد وتدعم احتلال إسرائيل واستمرار لاعترافها بإسرائيل في الوقت الذي لا تقوم بذلك تجاه الشعب الفلسطيني والفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة. ولهذا السبب نحن نعتقد أن الموقف الإسباني هو مهم جدا، ويمكن أن يكون مدخل لمواقف أخرى من الدول الأوروبية والتي ستعارضها بدون شك الاتحاد، البلدان مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مع الأسف، بالإضافة للولايات المتحدة. شكرا ولكن لكم، شكرا لكم، وضحت الصورة، ونعتذر لضيق الوقت. من رام الله النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني السيد بسام الصالحي، شكرا جزيلا لكم. ومن بيروت أيضا نشكر الأستاذ محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، شكرا جزيلا على حضوركما معنا.